مصطفى شوقي بن عاشور من طرابلس، ملاح فريق سيارة فريق العقرب مع السائق رمضان الصمدي. والله الرالي ما شاء الله هو مجمع جميع ربوع، جاي من جميع ربوع ليبيا، ولما جميلة نتعرفوا فيها من شباب من جميع ليبيا، وحتى التنظيم عند الآن جيد جدا، نحاولوا أن نستفيدوا منها كتدريب بالنسبة لنا احنا وكخبرة باش نمشوا ننطلقوا للعالمية. هذا كله تدريبات بالنسبة لنا، الراليات اللي تقام في ليبيا وتوالينا مدة كبيرة أن ماشي ندار رالي في منطقة جنوبية، ممكن من 2016 ولا 15 ماشينا للجنوب بظروف كلها يعلمها الجميع. ارفع يا شيخ، زيد التندرات والله. يحيى زكريا النحايسي، مدينة مصراة ان شاء الله. شوفها قبل، بس شوفها قبل. خالد زردية، راضي عليك يا مالك.